أعزائي المشاهدين، نتحدث إليكم في هذه الحلقة من سلسلة أحاديثنا عن أعلام من العراق، عن علم كبير من أعلام الطب الذين تركوا آثارهم النافعة لتفيد منها الأجيال اللاحقة، وكان لهم أثرهم حتى في تقدم وفي مسيرة علم الطب بشكل عام. ذلك هو الطبيب ابن جزلة، واسمه الكامل يحيى بن عيسى بن علي بن جزلة. هذا كان طبيبا بغداديا، كانت تمت يعني روايات رددها بعض المؤرخين أنه كان مسيحيا فاعتنق الإسلام، ولكن اسم جده علي يكشف أنه كان لجيلين في الأقل مسلما، أسرته كانت مسلمة. على أي حال، هذه ليست مسألة مهمة، المسألة المهمة أن هذا الرجل منذ نعومة أظفاره كان ولوعا بالطب، ولوعا يعني بشؤون الصحة وغيرها، كان متابعا لكل معلومة تصل إليه، حتى أنه وهو شاب اتجه لدراسة الطب. هنا مسألة مهمة، الأطباء ما كانوا الذين يتخصصون في علم الطب أو في فرع من هذا العلم، ما كانوا يسمون أطباء إلا بعد دراستهم مجموعة من العلوم الممهدة. شيء غريب، يعني كان الطبيب يتوجب عليه أن يدرس الفلسفة والمنطق حتى يكون طبيبا، أما الذي يدرس الطب حتى لو مهر بالعلاج دون أن يدرس الفلسفة وبعض العلوم الأخرى كان يسمى متطببا، المتطبب غير الطبيب. وأراد ابن جزلة أن يكون طبيبا فدرس المنطق على يد أحد المعتزلة، أحد علماء المعتزلة المشهورين في بغداد، درس علم المنطق، يعني كأن المنطق هو يمهد للطب، وهو مدخل سليم، لأن هؤلاء كانوا يعتقدون أن كل شيء مبني على أساس من المنطق، فيدرسون المنطق يعني كمقدمة فكرية لدراسة العلم الذي يريدون أن يتخصصوا فيه. ثم وجد طريقه إلى أن يأخذ الطب ويدرسه دراسة أكاديمية، هذه المرة على يد طبيب بغدادي شهير هو أبو الحسن سعيد بن هبة الله. سعيد بن هبة الله هذا كان طبيبا معروفا وله تلامذته، وكان في نفس الوقت يعني يدرس ويعالج المرضى في المارستان العضدي أو المستشفى العضدي الذي وكان أكبر مستشفيات بغداد في ذلك الوقت، أسس سنة 371 أو 72. كان هذا المستشفى يعني موئلا لعدد من الأطباء، عدد كبير من الأطباء، يعني ثقات الأطباء والمتقنين منهم كانوا يعينون في هذا المستشفى ويطببون المرضى مجانا فيه. فسعيد بن هبة الله هذا كان طبيبا هناك، وقد انتمى إلى مجموعته الدراسية كما يحدث الآن في كليات الطب، صاحبنا يحيى بن جزلة البغدادي، ويعني كان يستمع محاضراته. وحقيقة يعني دراسة الطب في هذا العصر أو منذ ذلك العصر كانت ترتبط بالمستشفى، يعني يدرس الطب في المستشفى، في المارستان العضدي كانت هناك خزانة للكتب، وكانت يعني كان الأطباء يلقون محاضراتهم على رؤوس المرضى، يعني يعاينون المريض ويلقون المحاضر ويسجلون الملاحظات ويسألون طلابهم وفيما يمكن أن يكون هذا المريض عليه من مرض، ويختبرون هم في هذا وهم في المستشفى نفسها، يعني لم تكن الدراسة نظرية ولكن كانت عملية إلى حد كبير. نعم يدرسون كتب الطب ولكنهم يطبقونها على المرضى في الراقدين في المستشفى. هذا كان أمر معتاد في ذلك العصر، وقد أفاد ابن جزلة من هذا الأسلوب في الدراسة، فنبغ ونبه بين طلاب سعيد بن هبة الله
الذين كانوا يلتفون حوله. ومع ذلك كان وكان متفرغا للدراسة الطبية ابن جزلة، حتى أنه لم يجد ما يعيل به نفسه وأسرته، لأنه انصرف بكليته وبكل وقته لدراسة الطب في المالستان العضدي. وحتى أن يعني أحد العلماء وكان قاضي الحنفية في بغداد كلفه في بعض الروايات أن ينسخ الكتب بخطه الجميل، كان يتقن الخط، ينسخ الكتب ليعيش يعني بالأجرة التي يتقاضاها من ذلك العمل. ولكننا نشك في هذه الرواية، يعني نرى فيها علة، يعني لأن الرواية تقول أنه كلفه بنسخ الكتب في بيت الحكمة. بيت الحكمة كان قد اندثر في هذا العصر وأنشئ في مكانه المارستان العضدي، فلعل صحيح الرواية أنه كان ينسخ الكتب الطبية في المارستان العضدي، لأن بيت الحكمة كان قد انتهى دوره منذ فترة، فكان يعني يقتات أو يعيش الطبيب، هذا الطبيب أو دارس الطب، من خلال عمله ناسخا في خزانة المستشفى العضدي. واختار داره، اختار أن يسكن قريبا من هذا المستشفى في منطقة الكرخ، في إحدى محلات الكرخ. وللعلم فقط نقول أن الراجح أن المارستان العضدي كان يقع أما في أرض مستشفى الكرخ الجمهوري اليوم أو في مكان قريب منه، وهو المكان الذي شهد في أيام الرشيد والمأمون بيت الحكمة أيضا كان هناك، وشهد يعني عدد، وقصر الخلد أصلا، وقصر الخلد كان أول منشأ في هذا المكان، ثم يعني أنشئ إلى جانبه بيت الحكمة، ثم أنشئ في مكان هذه المباني المستشفى العضدي. فاختار ابن جزلة أن يعيش قريبا من هذا المستشفى ليتردد إليه في كل حين، وكان يعاني شظف العيش لتفرغه الكامل كما ذكرنا لدراسة الطب. وبالتأكيد كان نسخه للكتب الطبية القديمة سبباً آخر من أسباب يعني معرفته لأصول دراسة الطب. وكان يعني كسائر الأطباء الذين عاصروه يجرب أو يقارن تلك المعلومات النظرية بالجانب العملي الذي توفره ردهات المستشفى، يعاين ما يقرأه على المرضى الراقدين هناك فيصحح ويضيف، وبالتالي أضاف معرفة عملية إلى جانب المعرفة النظرية فيما يعرف اليوم بالطب السريري، المعرفة الطبية المستمدة من معاينة المرضى الراقدين في المستشفى. طار صيته بين الأطباء حتى اختير ضمن أطباء الخليفة المقتدي، وصار مقربا من أولي الأمر من الخليفة، ويعني أولي الأمر هناك، وكان موضع ثقتهم إلى حد كبير. لم يكن يجري اختيار الأطباء ليكونوا قريبين من الخليفة ورأس الدولة إلا وفق ضوابط كثيرة، أن يكون متقنا، أن يكون عارفا، أن يكون مؤدبا أيضا ومؤدبا، يعني أن يتحلى بخلق رفيع. وحقيقة نجد أن ابن جزلة يعنى كثيرا بقضية الأدب أو بالضوابط الأخلاقية التي ينبغي أن يكون عليها الطبيب، وألف كتابا في هذا أو أكثر من كتاب، كانت مقدمات هذه الكتب تؤكد على مسألة الانضباط الخلقي للطبيب، يعني أن يكون كاتما لأسرار مريضه، أن لا يلجأ إلى أي دواء يمكن أن يضره، كان يعني يؤكد على مسألة أن الطبيب لا يمكن أن يستغل علمه بما يضر مريضه إذا ما طلب أو أمر بذلك، يعني
مثلا يأمره أحد المتنفذين بأن يضر فلانا، كان على الطبيب أن يأبأ ذلك، وبالتالي وضع شروطا كثيرة ينبغي على الطبيب أن يلتزم بها، خاصة فيما يتعلق بالسموم. يعني في ذلك العصر كان القضاء على الخصوم يجري كثيرا من خلال دس السم له، فوضع ابن جزلة هذا الطبيب النبيل حقيقة والمتحلي بالخلق الفاضل ضوابط كثيرة على الطبيب، يعني ربما زاد اهتمامه بهذه الضوابط على اهتمامه بالطب نفسه، يعني هي أن يكون الطبيب على خلق عال وأن يكون ملتزما بهذه الضوابط الخلقية. وأيضا ابن جزلة لم يكن يعني طبيبا وكفى، ولكنه كان إنسانا أيضا، عرف عنه أنه كان يعالج المحتاجين مجانا، كان يحمل إليهم الدواء مجانا، كان يطببهم مجانا، كان المريض كان يدفع له أو لأسرته ما يعيله حتى يشفى، كان إنسانا بمعنى الكلمة، كان على مستوى عال من الانضباط الخلقي كما ذكرنا، كان يتفقد الفقراء، محلته كانت مطمئنة إلى أن هذا الطبيب يوفر جهده، ليس طبيب الخلفاء فحسب ولكنه طبيب الفقراء أيضا، حتى أن بعض كتبه، أحد كتبه وهو في الأدوية والعلاجات الدوائية، يعني كان يكتب العلاج ما يسميه العلاج الملكي، وهو العلاجات التي يعني تتحقق من خلال أدوية باهظة الثمن، مواد نادرة أو غير ذلك، وإلى جانبها الدواء العادي، يعني الدواء المتيسر الذي يمكن للفقير وذي الحاجة أن يحصل عليه من أدنى عطار، يعني حتى هذا انتبه له. هناك ما نسميه الطب البديل اليوم، يعني إذا جاز التعبير، هناك أدوية بديلة رخيصة ربما تؤدي عمل الأدوية الغالية التي اعتاد القوم في ذلك العصر الأخذ بها والتداوي بها، حتى هذا انتبه إليه، كان يعني طبيبا إنسانا حتى في مؤلفاته أيضا، ليس فقط في الخدمات التي كان يؤديها. ألف ابن جزلة مجموعة من الكتب المهمة، ربما كان أهمها كتابه تقويم الأبدان، تقويم الأبدان، وله كتاب آخر عنوانه منهج البيان فيما يستعمله الإنسان، هذا الكتاب الذي هو في علم الصيدلة والذي رتب فيه أسماء الأدوية على يعني حسب الحروف مثل معجم للأدوية، وعد هذا الكتاب من أهم ما ألف في كتب الصيدلة، وله كتاب في حفظ الصحة العامة، هذا مبحث من مباحث الطب، سماه ما يستعمل من القوانين الطبية في تدبير الصحة وحفظ البدن، منظر إلى مصطلح القوانين الطبية للعلم قوانينه، وهكذا بالنسبة للطب طبعا. ويظهر أنه كان في عصره من يشكك بجدوى الطب كله، أو ربما كانوا من الحاسدين له شخصيا، على أي حال ألف كتابا في الدفاع عن علم الطب وكونه يعني يتلائم وينسجم مع ما توصي به الشريعة، العلم علمان، علم الأديان وعلم الأبدان، وكان كتابه هذا يعني مشجعا لكثير من الشباب لأن يعني يتجاوزوا هذه الإشكالية التي أثارها البعض ويقبل على دراسة الطب بهمة ونشاط. وبعض من ترجم له قال كانت تصانيفه وغيرها تدل على فضله وتعرب عن معرفته. كان ابن جزلة هذا إذن طبيبا وكان مؤلفا استطاع أن يصب المعرفة الطبية في عصره في قوالب أو في أطر
تسهل على دارسي الطب فهمها. يعني ابتكر منهجا أو مناهج في كتابة الكتاب الطبي، ابتكر أسلوبا معينا في أن يضع هذه المعارف في جداول مرتبة لحقول عدة. يعني المريض يذكر حالته باختصار وتركيز، ويذكر أعراض المرض، ويذكر في حقل آخر العلاج يعني الذي ينبغي إعطاء إياه، وما يمكن أن يؤدي إليه هذا الدواء من آثار، إلى كل ذلك في حقول عدة. فيستطيع الطبيب بسرعة أن يفهم وأن يستوعب الحالة المرضية التي أمامه. كان ابن جزلة مؤلفاً بارعاً في كيفية صب هذه المعارف المتنوعة في كتبه. لذلك وجدت كتبه انتشاراً واسعاً في عصره وفي العصور التالية، واهتم بها المستشرقون أيضاً. وحقيقة ترجمت مؤلفاته إلى لغات مختلفة. أيضاً كان حريصاً على ذكر أوزان الكميات التي تعطى للمريض. يعني ربما كان بعض الأطباء يتساهل في أن ينصح المريض أو يكتب له أن خذ العشب الفلاني والمادة الفلانية وأنت تشفى، لكن ابن جزلة كان مهتماً في ضبط الأوزان وضبط الكميات، وحقيقة كان مبدعاً في هذا. يعني المريض ينبغي أن لا يأخذ من هذا العشب لأنه مفيد كما يقرأ أو يسمع من الأطباء، ولكنه عليه أن يعني يكون يقظاً في كمية ما يتعاطاه. ثم أن بعض الأدوية كانت ربما أضرت إذا أخذها مع دواء آخر، فأضاف إلى حقل المعرفة التي يعني سجلها وكتب فيها مؤلفاته تفاصيل مهمة. هل يؤخذ هذا الدواء وحده أم مع أدوية أخرى؟ ربما كان يحتاج إلى دواء مساعد له، وربما يكون ثمة دواء يضر المريض إذا ما أخذ مع هذا الدواء. كمية ما يؤخذ من كل دواء، هذه التفاصيل الدقيقة نعم كانت في الجملة أشياء منها معروفة، ولكنه قننها وحددها وعينها بدقة بالغة، فأفاد بذلك مرضاه ومن جاء من بعده من الأطباء الذين أفادوا من هذه المؤلفات في تدريسهم وفي علاجهم للمرضى الذين كانوا يداوون. سجل ملاحظات مهمة عن طريقة ليس استخدام الأدوية ولكن في طريقة صنعها أيضا، يعني الطرق السليمة في استحضار الأدوية، وكان والآثار التي يعني تنجم من استخدام هذا الدواء أو ذاك. عندك كتاب مثلا إن كانت أدوية مفردة أو كانت أدوية مركبة، يعني الأدوية المركبة اللي هي مزيج من مجموعة من المواد، أو تكون مفردة أن تؤخذ صافية وحدها. من نتاجاته الطبية كتاب الإشارة في تلخيص العبارة، كتاب خاص في أمراض الرأس، كتاب الصحة وهو كتاب في طرق الوقاية من الأمراض في الصحة العامة، كتاب العلم بتدبير الأمراض ومعرفة الأسباب والأعراض، وغير ذلك من المؤلفات الطبية المهمة. توفي ابن جزلة في عام 493، يعني في 8 حزيران سنة 1008 للهجرة في بغداد، تاركا وراءه كنزا ضخما من المعرفة الطبية لم يفد معاصريه من المرضى، ولكن أفاد الأطباء من بعده، ووجدت مؤلفاته انتشارا كما ذكرنا، تجاوز حدود وطنه إلى العالم الإسلامي وإلى العالم كله، فكانت يعني مثل حلقة مهمة من حلقات تطور المعرفة الطبية بوجه عام. وإلى حديث آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.